خلينا نبدأ كلامنا، ومعلش زي ما انا كده عديت سريعا بكلامي في البداية، قلنا الاخبار اللي مش حلوة مش هنعديها لان ده دورنا، هو ده دور الاعلام. ولو هنتكلم عن النادي الاهلي اكيد ده دور المنبر الاعلامي اللي احنا موجودين فيه، اللي بنحترم من خلاله حضراتكم جميعا. في علامات استفهام كتيرة جدا كانت موجودة من احد المنابر الاعلامية، يعني في حلقة كده ما لاعلامي كبير جدا وكلنا بنحترمه، بس كان في وصف لجماهير الاهلي بمصطلح اعتقد هذا المصطلح لا يليق وغير مقبول، ومش هنسبح بيه ان هو يتقال على جماهير النادي الاهلي بكل الاشكال. انا مش هكرر اللفظ او هذا المصطلح احتراما لحضراتكم المشاهدين اللي بيتابعونا في كل مكان حاليا، لان هو امر تاني هرجع اقول غير مقبول تماما. هتتكلم حضرتك عن النادي الاهلي، تتكلم عن تاريخ، تتكلم عن بطولات، تتكلم عن نادي بيرفع اسم مصر دايما في كل المحافل الدوليه، يعني هو مش بس بيرفع اسم الاهلاويه في الخارج، هو بيرفع اسم مصر، هو في الاول وفي الاخر نادي مصري. الاهلي لما هتتكلم عنه حضرتك هتتكلم وتقول الاخلاق، هتتكلم وتقول الانضباط، هتتكلم وتقول المبادئ والاحترام. هو لا يبادر ابدا، ولو حضرتك رجعت بالتاريخ قبل كده هتلاقيه لا يبادر بالاساءه لاحد، لا منافس ولا غيره، بيحترم الجميع سواء فاز سواء خسر سواء عمل اي نتائج مختلفه عن اي منافس ليه، هو بيحترم الجميع. فدي نقطه كان لازم ان احنا نناقشها، ومش هنذكر اسماء بصراحه يعني، ولا هنكرر المصطلح، لان شيء محزن لما نيجي نتكلم عن الاعلام. دور الاعلام دايما جاي من التنوير، جاي من التوعيه. لما انا اكون دوري كده وبعدين اطلع في منبر اعلامي محترم وانا اعلامي محترم واثير الفتن واقول مصطلح واصف جماهير محترمه بلفظ زي ده، انا لا يعنيني بقى يا كريم هو قصده مش قصده، هو لبس الامر على الناس، لا هو ما كانش يقصد ده، انا لا يعنيني. انا يعنيني انك تم وصف جماهير محترمه عظيمه مصريه بالملايين بهذا الوصف الغير مقبول تماما. فكان لازم نقف، كان لازم نتكلم، كان لازم نقول ان احنا مش هنعدي هذا الموضوع. بتهيألي النادي الاهلي برضو اللي انت تقول لنا طلع بيان بهذا الموضوع. حصل بالفعل، وبرضو انا باكد على كلام فكره ان هذا الوصف غير اللائق بالمره، وخصوصا لما يكون صادر من اعلامي كبير له وضع وله تاريخه سواء كاعلامي او كصحفي. والنوع ده من الموضوعات كمان حضراتكم طبعا عارفين اكتر مني بكتير ان ليه حساسيه شديده جدا، لابد من التعامل بميزان ذهب زي ما بيقولوا لما نيجي نخاطب جماهير عريضه لنادي من الانديه. يعني فكره ان احنا بنتكلم على نادي ليه ملايين المحبين وملايين العشاق وملايين الملتمين ليه، مش بس في مصر، داخل مصر وخارج مصر، فلازم يكون الموضوع محسوب كويس قوي. ولما يكون صادر كمان من كدر اعلامي وصحفي ليه تاريخه وليه خبرته، دي يعني ده سبب ادعى ان احنا نكون واخدين بالنا من الكلام. لان الحقيقه نفس الاعلامي زميل كان قال قبل كده في لقاء سابق ليه، قال ربنا نجى ابني وخلاه اهلاوي. طب يعني منين جمله زي كده تتقال وبنرجع بعد منها فتره يعني نسقط هذا الاسقاط ونقول اوصاف لا تليق؟ ده يعني لا ينطبق بالمره على النادي الاهلي ولا على جماهيره المحترمين في كل مكان. وبالمناسبه ردا على سؤالك، ان هواند اللجنه القانونيه بالنادي يعني عقدت اجتماع مطول بالامس لاستعراض هذه التجاوزات، وفي ضوء يعني هذه يعني هذا الاجتماع المفروض ان في شويه قرارات كده اتخذت طبعا في ضوء المناقشات. قامت اللجنه القانونيه برفع تقرير الى طبعا كل القائمين على مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماعه النهارده عشان يتخذوا قرارات المناسبه للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره في كل مكان في العالم. طيب معلش برضو قبل ما نترك هذا الموضوع هنتكلم برضو سريعا، لما اصلا مش عايزه اقعد ارد على كل نقطه. احنا امبارح الزملاء عندنا في القناه يعني ردوا، وكان ردودنا برضو هنرجع نقول محترمه جدا جدا جدا، احنا بنرد تاني على الاساءه اللي بتوجه لينا. لكن لو هنتكلم عن النادي الاهلي، تعالى بقى نتكلم عن برضو يعني انجازات النادي الاهلي. لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي هي مش انجازات في كره القدم برضو فقط، احنا بنتكلم في رياضات مختلفه طبعا. لان البعض كان بيقول او برضو هنرجع نقول هذا الاعلام يتحدث ان الرياضات الثانيه نادي المنافس هو حط الترانكينجز فيها اوليه. طب ازاي يعني؟ على اي اساس حضرتك كلمني؟ هتتكلم في 8 شهور فاتوا النادي الاهلي محقق البطوله الافريقيه 9 و10، ثالث انديه العالم، كاس العالم ثالث، بعد كده عندك بطوله كاس السوبر الافريقي، بعد كده بتتكلم بقى في الرياضات الاخرى، كره اليد، بتتكلم في التنس، عفوا تنس الطاوله يعني، بتتكلم في كره الطايره سيدات. يعني معلش حدث ولا حرج، وللاخر للحديث بقيه. انا عايز افهم برضو ايه الرياضات الاخرى اللي النادي بيتكلم على شأنها ان المنافس هو اللي طالع فيها او هو عامل رانكينجز فيها.
انا مش عارفه استوعب برضو يعني الكلام ده جاي على اي اساس. مهما كان اسلوبك في الكلام موضوعي وعندك احنا بنتكلم عندك لا انا مش بتكلم عننا، بتكلم في المطلق ان انت في مواضيع معينه ذات حساسيه مفرطه لابد من التعامل معاها بمنتهى يعني ايه الحذر عشان خوفا من اثاره الفتن، لان ده مش دور الاعلام. دور الاعلام المفروض يكون العكس، يعني في حال وجود فتن المفروض دور الاعلام ان هو بالزبط. يعمل عمليات تهدئه وعمليه تقريب وجهات نظر وعمليه ترسيخ لفكره ومبدا وماهيه الرياضه في حد ذاتها اللي هي فكره الروح الرياضيه. اللي بيحصل ده، وانا مش بتكلم على الواقعه دي بعينها، انا بتكلم عموما في الفتره الاخيره، وبعدين موضوع السوشيال ميديا كمان خلى المواضيع بقى دمها تقيل شويه زياده عن اللزوم، بقى في تفنن في اثاره الفتن مش في تهدئتها. بالظبط. فدي بالزبط. دي مشكله لابد يعني من ايجاد حل ليها باي طريقه. على كل حال هنقفل هذه الصفحه، ودلوقتي في اجراء مفروض ان يعني مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي هيتحدث بشانه، فاحنا اكيد هنلتزم الصمت لغايه لما نشوف الاجراءات القانونيه اللي هيتم اتخاذها.